السلام عليكم الإخوان الأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم هي الخميس، معذرة على الفيديو ديال البارح، الصوت كان ناقص بزاف، عطب تقني. ماشي مشكل، نصلحه مرة أخرى إن شاء الله. عرفت منين جاء الخطأ، معليش. في الفيديو ديال اليوم بغيت نجاوب جوج ديال الأسئلة. واحد الشخص قال لي بأن ما عرفتوش واش رجل ولا امراه، بان ولدو غادي يجي في 2023 لهنا لتروا ريفير، وقال لي بانه يعني خاصو مساعده ملي يوصل هنا باش يعرف فين يمشي ويجي، لان الانسان ملي تيجي لواحد البلاد غريبه ما تيعرفش فين يمشي ويجي، و يعني كيضيع بزاف ديال الوقت باش يعرف شي حوايج، والحوايج اللي خصهم يتفادى، والحوايج اللي خصهم يدير، الحوايج اللي خصهم يديرهم. ان شاء الله من يجي الولد ديالك، انا راهن الاشاره قدر المستطاع، يعني قدر المستطاع ما نوعدكش بشي حاجه اخرى، ولكن الا كبغى استشاره فين يمشي وفين يجي، ولا مثلا كمساعده او معلومات ولا هذا، انا موجود ان شاء الله. الشخص الثاني تيسولني على واش كاينه الخدمه في الكامبوس ديال السجب، قال لك بغى باش يعاون شويه على الوقت ملي يجي. كنعرفوا بان الطلبه ملي كيجيو عندهم الحق في 20 ساعه، لا سواء الطلبه ديال الكنديين ولا المهاجرين، عندهم الحق في 20 ساعه في الاسبوع. اذا كان الانسان العادي عنده 40 ساعه في الاسبوع، الطلبه عندهم غير 20 ساعه. وبالنسبه للكامبيس واش فيه الخدمه ولا ما فيهش الخدمه، على حسب العلم ديالي ان دوك لي بوست راهم اوكيبي، لان تيكونوا ديجا اوكيبي بالدراري اللي تيبغيو يعاونوا على الوقت شويه، ولكن هذا ماشي مشكل. انا كنعرف واحد مغربي كان ما خدامش في الكامبيس، ولكن خدام خارج سيجيب، تيقرا وكيمشي يخدم، لان الخدمه موجوده، الخدمه موجوده، وسيرتو انهم تيديروا هادشي ديال لا ليفريزون. الطلبه بزاف هنا تيديروا لا ليفريزون، وفيهم اللي كيخدم في لي ريستو ولا لي كافي 20 ساعه في الاسبوع، لان باش تخدم في شركه تيطلبوا منك انك تكون طون بلان، تكون تخدم 40 ساعه، ولكن الشركات كاينين بعض الشركات اللي تيخدموا في العطل، في العطل كيخدموا الشباب الطلبة 20 ساعة في الأسبوع، ولكن هما غالبية ديالهم أنهم كيخدموا في لي ريستو وفي لي كافي وفي لا ليفريزون. يا هذا هو الجواب ديالي لكم. بالنسبة للخدمة، يعني الخدمة راها موجودة، هذه يعني أكونوا أكيدين، لأن عندهم نقص في اليد العاملة بزاف بزاف، وغادي نتكلموا في هذه المواضيع إن شاء الله مستقبلا. يلا ما نطولش عليكم، هذا فيديو خفيف ظريف، وجاوبت عليه على جوج ديال الاسئله، وان شاء الله نجاوب على اسئله اخرين في مستقبلا. وسمحوا لي على مره اخرى على الفيديو ديال البارح اللي كان الصوت ناقص، ولا حتى على الصوت ديالي لانني ضربني شويه البرد، معليش. هذا وقت الخريف، وبدا وقت وقريب وقت فصل الشتاء، تيبرد الحال شويه، الواحد خصو يحضي راسو، معليش. يلا نخليكم على خير، وإلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.